شكرا للزميلة منال العمران اللي اليوم عندها الأسئلة والمسابقات، وأيضا زميلنا نجيب القحطاني موجود في أسواق المباركية، بعد شوي راح تشوفونه إن شاء الله من خلال تقرير داخل المحلات التجارية، وإحنا متواصلين معاكم من براحة بن بحر في أسواق المباركية. خلوكم مشاهدينا وإحنا متواصلين معاكم. عندنا مشاهدينا اليوم شاب كويتي متميز في شغلة معينة، هالشغلة هذه يمكن قليل من الكويتيين اللي احنا نشوفهم او نلتقي معهم بين فترة وفترة يمتاز بهالشغلة هذه. معانا محمد شاه نقاش على الفخار والاحجار الكريمة. محمد اهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا. اخوي سعد حبيبي حياك الله. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. احنا قاعد نقول اول مرة نلتقي بشاب كويتي حقيقة، يعني نقاش على الفخار. فودنا تقول لنا يعني هل فعلا هالمعلومه صحيحه انه يعني ما في كويتيين وايد، ولا من خلال خبرتك وقاعد تلتقي معاهم يعني؟ يعني خلال الفتره اللي انا قاعد امارس هوايتي اللي هي النقش على الفخار ما التقيت في احد الحين انه يعني يستخدم نفس الاسلوب او نفس الطريقه اللي انا قاعد اسويها اللي هي نقش الفخار. موجود اللي هو يكون الخزف مثلا وهو طين يشكلونه باشكال معينه، ولكن نفس الطريقه والاسلوب اللي انا قاعد استخدمه ما شفت احد الحين. قول لنا اكثر عن الشغلات اللي قاعد تسويها انت الحين، عرف نفسك اكثر على المشاهدين. نعم، يعني انا شغلي اللي هي الحفر على الفخار مثل ما شايفين المشاهدين مثل بالصوره، اي اللي هي الفخار مات الماي حفر، ونقش ايات الكريمه على الفخار. هل الفخار هذا اللي قدامنا الحين، نعم، هذا انت مسويه ولا جاهز محمد؟ لا انا اشتري جاهز واحفر عليه على حسب الطلب، مثلا اذا في شخص يبي شيء معين مثلا او في شيء ببالي مثلا يت صوره بشكل جمالي حلو بشكل بالي يعني اقدر احفره يعني اسوي. انت شغلتك النقش مجرد الحفر يعني انا ما اصنع الحفر والنقش على الفخار. الفخار اللي موجود هنا. نعم. قول لنا النموذج اللي قدامنا الحين محمد هذا. نعم. طبعا هذا النموذج اللي هو انا اكثر من اكثر القطع اللي انا اعتز فيها اللي هي سوره ياسين، اذا المخرج يعطينا عليها زوم يشوف. ايه الكاميرا معك تفضل. ايه محمد كمل. هذه سوره ياسين اذا تشوفها منقوشه بالدائر كامل، هذا اكثر قطعه انا اعتز فيها ومن اقدم القطع اللي عندي يعني. سوره ياسين كامله. سوره ياسين كامله. قول لنا الطريقه اللي بديت فيها شلون؟ يعني هي البدايه خلينا نقول فوق، هذه طبعا انا قبل لا ابتدي فيها انا ما عندي خبره يعني اساسا بالحفر ولا بالخط، اذا تشوف الخط يمكن بسيط يعني. ايه مو بالجماليه اللي قاعد تشوف بالقطع الثانيه. فالحمد لله رب العالمين جت ببالي اني انا اكتب سوره ياسين اني انا اكبر او الكميه اكثر كميه النقش على القطعه نفسها، والحمد لله رب العالمين وصلت حق المرحله هذه اللي قاعد تشوفها. على فكره اخوي محمد، هل انت يعني تكتب مثلا السوره القرانيه كتابه بالكامل بعدين يبدا الحفر؟ لا الحمد لله رب العالمين من غير ما اكتب بالقلم. ايه على طول احفرها. وهذا التحدي مالي او هذا السر مالي يعني. من البدايه على طول؟ على طول احفرها. زين على فكرة لو حصل خطأ مثلا أثناء النقش شنو الطريقة؟ الخطأ وارد. ايه؟ بالبداية كنت أبدل الفخار. ايه؟ ولكن الحمد لله رب العالمين بعد التطور يعني بعد الممارسة والخبرة الحمد لله ما قاعد يصير في غلط. يعني لازم تركز قبل لا تكتب أو السطر الآية أقرأ يمكن ثلاث أربع مرات قبل لا أحفر الكلام. ايه؟ ودقق مثلا التشكيل حتى بالخطوط القرآنية. نعم. أدقق حتى بالتشكيل. ايه؟ على فكرة محمد يعني إحنا نقول هذا يعني الفخار عليها سورة ياسين بالكامل. ايه نعم. زين شلون مثلا أنت عرفت أن هل كل الأحرف اللي في الصورة يعني هالمكان هذا يكفي أحرف الصورة؟ الحمد لله رب العالمين من بركات القرآن يعني أعطتني خبرة اللي هي مجرد قياسات عينية. أي. يعني أنا أشوف الصفحة أشوف الكلام اللي مكتوب. أي. أشوف القطعة الفخار مثلا أعرف أن هذه راح تكفي أو لا. يعني من الخبرة الحمد لله رب العالمين كسبت هذه الشغلة. نعم. يعني هل هذا يعني نوع معين من الخط اللي قاعد تستخدمه؟ يعني أنا غالبا أستخدم هو خط النسخ خط القرآن يعني. نعم. غالبا عندك ورشة بالبيت يعني مثلا اللي قاعد تستخدم الآلات؟ اي الحمد لله رب العالمين عندي فوق السطح. اي زين محمد احنا راح نكمل معاك مثل ما انت عارف والمشاهدين عارفين، عندنا فرقة الفنطاس الفنون الشعبية، عندنا زميلنا نجيب القحطاني ايضا موجود في مكان اخر في اسواق المباركية، وعندنا زميلتنا منال العمران ايضا اليوم اللي عندها المسابقات. لك يا عادل الرشيدي. شكرا للزميل نجيب القحطاني، متواصلين معاكم من براحة بن بحر في أسواق المباركية. نرجع مرة ثانية مع ضيفنا أخونا محمد شاه المتخصص في النقش على الفخار والأحجار الكريمة. أهلا وسهلا فيك محمد مرة ثانية. حياك الله أخوي سعد. اللقطات اللي شفناها قبل شوي كان لك تعليق عليها.
هل هي كانت يعني بداياتك؟ هذه بداياتي بالشغل. أي. كانت سفرة على الأرض حط. واشتغل على الأرض يعني. أي البدايات. أي فالحمد لله رب العالمين تطورنا الحين، صار في مثلا صار في غرفة خاصة. أي. طبعا بالصالة كنت أشتغل يعني. نعم. الحمد لله رب العالمين صار في غرفة خاصة، صار في طاولة، صار في يعني. نعم. الحمد لله. بس لكن دائما البدايات ما ينساها الواحد يعني. أكيد لأن أنا واجهت صعوبات وايد مو شوية. نعم. وايد صعوبات واجهت، خصوصا قلت لك أنا يعني مو دارس لا نحت ولا حفر ولا أي شيء. نعم. علبت نفسي بنفسي الحمد لله رب العالمين. ودنا نخلص يعني موضوع الفخار قبل لا نروح حق الأحجار الكريمة. نعم. أخوي محمد الحين الفخار اللي قدامنا هذا اللون الطبيعي. نعم. هل بإمكانك تلونه يعني؟ طبعا هذا اهم سؤال وانت سالتني اياه، لان اكثر سؤال انسال اول ما احد يشوف القطعه يقول ليش ما تلون. أي. هو اساسا القطعه انا قاعد اسويها حق شرب ماي. أي. فما ابي اضيف عليها اي ماده كيميكال اللي هي تصير مثلا الوان صناعيه او كذا. أي. يعني فمخليها على مادتها الطبيعيه اللي هي لون الفخار. ولكن في فكره مستقبليه ان شاء الله اللي هي تلوين الفخار تكون كقطعه فنيه للعرض فقط، اللي حتى التلوين بالوان الطبيعيه، لون مثلا الكركديه، القهوه، الكركم، الزعتر، يعني الالوان الاعشاب اللي تطلع منها الوان طبيعيه، ان تكون الماده طبيعيه بحته ما تلامسها اي ماده صناعيه. محمد الحين الفخار اللي قدامنا هذا بامكانه نستخدمه وايضا بامكانه تخليه كعرض تحف بالبيت يعني وما مكان. هذا تقدر تستخدمه للماء، شرب الماء. انا اساسا هي الفكره مال حفر الايات اللي حق شرب الماء. اي ولكن ان شاء الله راح في تطوير، قلت لك مثل ما قلت لك حق قدام شويه ليش التلوين يعني. اي زين اللي يتابع الفخار اللي قدامنا الحين قاعد نشوف هذه الأحرف شوية خفيفة. خفيفة هني واضحة بالكامل محمد، هذه كلامك عدل. أيضا بسبب من الأسباب اللي أنا ما لون الفخار، لأن مجرد أنك أنت تعبيها بالماء الطينة راح تشرب الماء تصير غامجة، مجرد أنها تصير غامجة راح يبرز الكلام يصير واضح. هذا واحد. أي. في اثنين الطينة هذه هم نفس الشيء ناشفة، ولكن ليش الواضح فيها الكلام؟ لون الطينة شوية حمرة. أي. الأحمر لها سببين، إما تكون الفخارة نفسها أثناء الاحتراق تكون قريبة من النار داخل الفرن تصير حمرة. أي. أما نوع ثاني يكون نسبة الحديد بالطين عالية فتلاقي الطينة لونها أحمر. أي. فمع الحفر تعطي شكل جمالي أكثر، يعني تصير الكلام واضح كأنك صابغها. نعم. إحنا قلنا الفخار هذا صورة ياسين بالكامل. أي نعم. هذه مثل ما أنت شايف. أي. الجهة هذه. أي. اللي هي آية الكرسي وتحتها وأن يكاد الذين كفروا. نعم. معروفة آيات العين والحسد، والجهة الثانية اللي هي الفاتحة. أي. والمعوذات الثلاثة، القلاقل الثلاثة يسمون يعني. أي. يعني هو على حسب الشخص أو على حسب يعني. أنا القطعة قبل أشتغل فيها قعدت 10 دقائق ربع ساعة بس أطالع بعيني. نعم. كل ما صار يعني الأحرف أقل محمد تكون الكلمة أكبر؟ لا مو شرط، مو شرط. أي. ممكن انا اسوي مثلا، هو يعتمد على الديزاين نفسه اللي ببالي، الصوره اللي تطلع ببالي. مثل ما قلت لك ربع ساعه انا اخلي الفخاره بس اطالعها. أي. ما المسها ولا شيء بس اطالعها، ارسم المخطط براسي بعيني، ذيك الساعه اطبق. أي. بس طبعا اكيد يعني اذا صارت كلمه كلمتين مثلا خلينا نقول ايه وجعلنا من الماء كل شيء حي صغيره. يعني مثلا اذا ابيها على حجم مثل الوسط هذا لابد ان تكون الاحرف كبيره، كميه الزخرفه اكثر، هذا يعتمد كله على طلب الشخص مثلا. نعم. عموما اخوي محمد راح نواصل معاك، ولكن مشاهدين احنا متواصلين معاكم من براحة بن بحر في اسواق المباركية، عندنا فرقة الفنطاس للفنون الشعبية. مشاهدينا من جديد متواصلين معاكم في أسواق المباركية من براحة بن بحر، كل الشكر والتقدير لإخواننا في وزارة الداخلية والبلدية والطوارئ الطبية على تواجدهم الدائم معنا في أسواق المباركية، وأيضا إخواننا في وزارة الكهرباء والماء دائما الجهات الخدمية موجودة في أسواق المباركية يقدمون العون والمساعدة لكل شخص يحتاجها في أسواق المباركية، الله يعطيهم الصحة والعافية، بالإضافة إلى الزملاء في تلفزيون الكويت الله يعطيهم الصحة والعافية دائما متواجدين من خلال هذا البرنامج معاكم عبر الفضائية الكويتية. متواصلين معاكم مشاهدينا، نرجع مرة ثانية لضيفنا محمد شاه المتخصص في نقش الفخار والأحجار الكريمة. محمد أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا. أهلا وسهلا. ودنا نعطي مجال الحين حق الأحجار الكريمة خاصة. نعم. وأنك يعني متخصص في هذا المجال عندنا. نعم. يمكن القطع اللي موجودة معنا هذه. نعم. هذا مثل ما أنت شايف أخو سعد. أي. هذا عقيق اليماني، هذا عقيق يمني يعتبر. أيه. مصدره. أيه. باليمن يعني، وطبعا هو اجود انواع العقيق يعني والاكثر طلب يعني. أيه.
وناقش عليه هني. ايه هذا كاتب عليه اسم زينب اللي هو اسم بنتي يعني. نعم. ايه حافر عليه حفر. هل النقش على الاحجار الكريمه يختلف عن الفخار اخوي محمد؟ يختلف اختلاف تام. ايه اذا في اكثر من 180 درجه يختلف 180 درجه. ايه اول شيء مساحه القطعه نفسها صغيره. ثاني شيء التولز المستخدم ايضا يختلف. الادوات صلابه القطعه اقوى يعني اصلب من الفخار نفسه. ايه وهذه الثانيه هذه الناس يبونها لك جاهزه نفس الفخار. اي هذا يا تكون مثلا جاهزه او شيء انا ببالي مثلا تكون عندي القطعه موجوده اساسا. ايه واشوف شنو مساحه الكلمه اللي تطلع بشكل جمالي مثلا واحفرها. نعم هذا حق الخواتم. وحق حق الخواتم يقدر يستخدمها كزينه الخاتم مثلا او تعليق على القلب. مثل ما انت شايف هذه القطعه. هذه المراحل. هذه المرحله الاولى. اللي هي التحديد تعتبر. مثل ما انت شايف البياض اللي فيه موجود داخل. التحديد يعتبر تحديد. تالي اخر شيء تي مرحله اللي هي مرحله التلميع. مرحله التلميع. مرحله التلميع هي اللي اصعب شيء يعني يمكن اكثر من الحفر نفسه. انك انت شلون ترجع لمعان الحفر نفسه. نعم الأحجار الكريمة صلبة أكثر من الفخار فتعاملك غير يختلف معهم يعني اختلاف تماما. قلت لك لأن أول شيء المساحة الحجم وايد صغير. أي. لازم تستخدم مكبر يعني أنا وصلت لمرحلة ألبس نظارة بسبب الأحجار. أي. لأن الحجرة وايد صغيرة وايد دقيقة وأيضا مرات تجيك أحجار يعني سعرها شوية مثل ما تقول بعض الثمن غالي. أي. فأي غلطة ممكن تخرب الحجر. صح وهالنقش هذا يتم على طول دائم يعني دائم اكيد طبعا ما يروح. نعم مثل ما يقولون التعليم منذ الصغر كان نقش على الحجر. نقش على الحجر احنا هم نفس الشيء. وشلون وصلتنا مثلا تراث الاولين من الصخور الحفر على الصخور والامور هذه يعني. نعم. كلها رسومات على الصخر. كانت لو قلنا سوره ياسين هذه ايش كثر طولت معك محمد؟ هذه تقريبا تاخذ مني بالبدايات كان تاخذ مني من 15 ل 20 يوم شغل. شغل شغل فعلي يعني يوميا تقريبا 3 ساعات إلى 4. نعم 15 يوم. هل إذا حطيت ببالك مثل والله الفخار مثلا بتخلص صورة ياسين ولا تحس أنك بتنتقل إلى فخار ثاني يصير عندك نوع من التنوع ولا إذا بديت بالقطعة خلاص تخلصها يعني؟ لا إذا بديت بالقطعة لازم تخلصها. أي. لأن خلاص قياساتك خلينا نقول القياسات اللي أنت أخذتها بعينك عفوا القياسات اللي أخذتها وقت التركيز خلاص. أي. لازم تمشي عليه. أي. لأن تكون إيدك ماخذة على لأن قلت لك أنا ما أسطر ولا. أي. أكتب القلم على طول اكتب فلازم اكون مدقق يعني. صح. القطعة احنا مثل ما قلنا بالبدايه محمد يعني انت يعني تكاد تكون الكويت الوحيد اللي قاعد يعني عمليه النقش على الفخار والاحجار الكريمه ممكن الفخار اكثر شيء. نعم. تشارك معارض تقدم يعني هالمعروضات وهالمشغولات هذه حق الناس؟ الحمد لله رب العالمين. انا اول معرض شاركت فيه اللي هو معرض المباركيه كان بايام الاعياد الوطنيه تحت حضره صاحب السمو امير البلاد حفظ الله ورعاه. آمين. والحمد لله رب العالمين يعني انا استغربت وانصدمت من ردة فعل الجمهور يعني. أي. كل ابدع جابه الحمد لله رب العالمين. أي. يعني تعبي مال 4 سنين تالي دشيت معرض. أي. اول معرض كان لي هذا قبل 3 سنين يمكن او حاليا انا الحين ضمن فريق اكسبو 965 بقياده الاخ محمد كمال واقدم له تحيه من مكاننا هذا. مالك الرجل هذا الامانه يشكر يعني اعطاني مجال اني انا اطلع مثلا معارض فريق اكسبو ووصلت لهالمرحله الحمد لله رب. نعم. العالمين. بس صور وآيات قرآنية تكتب محمد؟ يعني خلينا نقول الغالب شغل الفخار أغلبها اللي هو صور وآيات القرآنية. ونادرا أسامي فقط وقت المعرض مثلا على قلاصات حق الأطفال مثلا يستانسون. نعم. والأحجار يعني هم من مرات أكتب على. نعم. الأسامي. عموما محمد راح نرجع لك إن شاء الله ولكن مشاهدينا مثل ما أنتم عارفين عندنا زميلنا نجيب القحطاني وعندنا زميلتنا منال العمران عندها أسئلة خفيفة وجوائز مقدمة من الشركات اللي قاعد تساهم معانا. فاصل ونروح حق منال. شكرا لفرقة الفنطاس للفنون الشعبية وأيضا زميلنا نجيب القحطاني وزميلتي منال العمران اللي كانت تقدم المسابقات وأيضا لضيفنا أخونا محمد شاه المتخصص في نقش الأحجار الكريمة وأيضا الفخار. محمد الله يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله شكرا. يعطيك العافية. يعطيك العافية سعد. يعطيكم العافية مخرجينا الأفاضل. مشاهدينا نطرون الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامج أسواق المباركية من براحة بنت بحر على الهواء مباشرة. نشوفكم على خير. مع السلامة.